وشوف حمدي النقاز يعني لف عمل اوفرلاب ازاي وحطها على القريبه، بيفكرونا بالدراويش ايام زمان. صلى على النبي في قلبك، وتعالى نتكلم على الدوري المصري، مباراه الاسماعيلي والاتحاد. مبدئيا كده نفسي افهم مين بيقيم اللعيبه علشان يدي لافضل لاعب في المباراه ياو انور. يعني يا جماعه الناس بتشوف وبتتفرج، عبد الرحمن مجدي عامل مباراه جميله. ده خطا كبير جدا ان الراجل ده ما ياخدش افضل لاعب في المباراه. الراجل جاب جول، راجل بيفكرك بالزمن الجميل كده، تنزل والباك رايت يعمل اوفر لاب ويحطها له. يعني يا جماعه انتوا بتقيموا اللعيبه على اي اساس؟ لعيبه الاسماعيلي كلها بتخدم على عبد الرحمن مجدي عشان عارفين ان هو لاعب كبير ويعتبر افضل لاعب في الاسماعيلي. نيجي بقى للكابتن ايهاب جلال والكابتن طارق العشري والتكتيكات بقى والفن. يا جماعه انا اول مره اشوف في الدوري المصري فريق كسبان وماسك كوره وبيهاجم، فريق كسبان وماسك كوره وعايز يفرض سيطرته، هو النادي الاسماعيلي. يا جماعه النادي الاسماعيلي النهارده عمل مباراه جميله قدام الاتحاد. طب هل الاتحاد كان عنده حلول؟ يا جماعه ننسى بقى حاجه اسمها انت مدرب كبير، انت مدرب مرن فرق وخد بيئة. يا جماعه احنا دلوقتي الشغل اتطور. الكابتن طارق العاشر لو هقيمه لا يا جماعه، في مدربين اعلى في دوري المحترفين تستاهل تمسك مكان المدربين في الدوري الممتاز. لازم نبص للمدربين اللي تحت. نرجع بقى لعبد الرحمن مجدي في الهدف اللي جابه اياه انور، هدف جميل جدا جدا. وشوف حمدي النقاز يعني لف عمل اوفرلاب ازاي وحطها على القريبه، بيفكرونا بالدراويش ايام زمان. بامانه الجون ملعوب كبير قوي قوي قوي. نيجي بقى لعبد الرحمن مجدي الهدف اللي هو جابه. شوف عبد الرحمن مجدي الراجل لو حد مكانه كان قال لك انا اقطع القريبه، لكن الراجل لا، قال لك انا استنى من تحت. وفي الحالتين لو كان راح على القريبه امام المدافعين كان هيبقى قرار صح، بس الراجل خد قرار وكان موفق فيه ان هو يقف ورا المدافعين ويجي من تحت عشان تستند له السنده ده ويحطها، وكان موفق فيها. فالنادي الاسماعيلي بدأ يفرض سيطرته وهو كسبان، يعني عكس نادي الداخلية لما جاب هدف في فيوتشر ونزل يدافع وكانت النتيجة 2-1 بعد ما كان الداخلية متقدم بهدف. لا، الإسماعيلي بقى بيقول لك أنا هغير الفكرة دي، أنا هبقى كسبان وههاجم وهفرض سيطرتي مع الكابتن إيهاب جلال. السلام عليكم.